ننتقل إلى فريق كرة القدم. امبارح بعد المباراة أو أول امبارح بعد المباراة، امبارح بعد المباراة فوجئنا بلقطة مرسيل كرة اللاعيبة بتشيله وبترميه لفوق. قلنا احنا خدنا الدوري ولا ايه واحنا ما نعرفش؟ لا، فوجئنا انه اللعيبة مبسوطة ان كولر اداهم يومين اجازة. هو قال كده، هو نفسه كولر قال هذا الكلام عقب الفوز على نادي الاتحاد السكندري في مباراة بيستكمل النادي الاهلي فوزه بالمباريات. هي اللقطه اللي امام حضرتك، اللعيبه مبسوطه بس ان هم خدوا يومين راحه. انا بس بوري حضرتك قد ايه ان اللعيبه دي مضغوطه، قد ايه ان اللعيبه دي تستحق مننا كل التحيه وكل الاحترام، وان احنا نقف في ظهرهم زي ما حضراتكم بتعملوا دايما، وزي ما عملتوا خلال الفتره اللي فاتت، وزي ما عملتوا بعد مباراه سان داونز. كل شويه هقول هذه الكلمه، لانه حكمة مجلس إدارة النادي الأهلي وإدارة الكرة في النادي الأهلي بعد مباراة سان داونز، وحب جمهور النادي الأهلي للاعيبته، وحب جمهور النادي الأهلي مش للاعيبته، لاسم النادي الأهلي، هو اللي وصلنا إن احنا ناخد كل البطولات بعد كده، وهو اللي وصلنا إن احنا ناخد بطولة أفريقيا بعد كده. فالحقيقة اللعيبة دي تستحق دايما إن احنا نقف في ظهرها، لأن هم بالفعل بيتعبوا جامد جدا جدا جدا. ان شاء الله يوم الخميس زي ما حضراتكم عارفين مباراه الاهلي والزمالك، قبلها حصل اللعيبه على 48 ساعه، بعدها يعود اللاعبين الى التدريب ان شاء الله. النهارده اجازه والاثنين اجازه، بدايه من يوم الثلاث كل اللاعبين يعودوا للتدريب مره اخرى.